هجوم واسع تشنه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الكدحة بمديرية المعافر غرب محافظة تعز. حتى الآن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في هذه الجبهة التي تشاهدونها الآن. تدور المعارك الآن في هذه الجبهة. هذه إحدى القذائف التي تطلقها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في هذه الجبهة. حتى الآن قتل أحد رجال الجيش الوطني وعدد من الجرحى، كما خسرت الميليشيات عددا من أفرادها بين قتيل وجريح، كما تمكن الجيش أيضا من اغتنام عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الانقلابيين. للمزيد حول هذا الهجوم معنا هنا الأستاذ فؤاد الشدادي قائد كتائب الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب التي تشارك في هذا الهجوم. هلا أطلعتنا على سير المعارك التي تدور الآن. أعلنا ساعة الصفر في جبهة الكدحة لدحر الميليشيات الانقلابية وقد تم السيطرة على عدة مواقع إن شاء الله، وبإذن الله نحن مستمرين الآن في دحر الميليشيات الانقلابية حتى تحرير جبهة الكدحة بإذن الله. إذن هكذا هي الصورة هنا في جبهة الكدحة التي تشهد معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إطار هجوم للجيش الوطني يهدف إلى السيطرة واستعادة السيطرة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من جبهة الكدحة تعز.